وعسر الإخلاص في المبادئ يرجع إلى أمرين اثنين ذكرهما الحسين بن منصور في كتاب آداب العلماء والمتعلمين. أولهما ضعف نفوسهم، فإن المبتدئ في طلب العلم يكون ضعيف النفس، كما أن المولود إذا ولد أول أمره يكون ضعيف البدن، وكذلك المطالب القلبية إذا دخل الإنسان فيها أول أمره فإنه يكون ضعيف النفس، لأن نفسه لم تتهذب بعد ولم تعرف الغاية من طلب هذا المطلوب. وثانيهما قلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، قلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، أي لا علم لهم ولا معرفة عندهم بما يتحقق به تصحيح نياتهم، فأنسهم بها قليل لعدم المعرفة. فلأجل هذين الأمرين صار تصحيح النية في المبادئ عسيرا.